بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في سلسلة جديدة تحت عنوان كيف نستخدم نماذج الشموع اليابانية في التحليل الكلاسيكي. كنا وبحمد الله قد انتهينا في سلسلتين سابقتين من شرح جميع نماذج الشموع اليابانية على مستويين، المستوى الأول والمستوى الثاني. تكلمنا فيهما عن كل نماذج الشموع اليابانية بكل تفاصيلها، سواء النماذج الإنعكاسية أو الاستمرارية. واليوم وبفضل الله نواصل المسيرة بفتح سلسلة جديدة نتعرف من خلالها كيف نستخدم هذه النماذج مع غيرها من التحليلات الفنية الأخرى مثل الدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه وكافة أنواع المؤشرات الأخرى. ولكن قبل أن أبدأ، هناك عدة ملاحظات ينبغي التأكيد عليها. رقم واحد، أن الشموع اليابانية بجميع أنماطها تستخدم مع مختلف أساليب التحليل الفني، وخلي دايما دي قاعدة راسخة في ذهنك، فجميع النماذج اللي احنا تعلمناها في الكورس الماضي هنستخدمها في التداول إما بمفردها أو مع أي استراتيجية أخرى، سواء لمعرفة الاتجاه أو لفترة واختيار نقاط الدخول المناسبة سواء بالبيع أو بالشراء. رقم 2، تستخدم الشموع بشكل أساسي للمساعدة في فلترة إشارات الدخول ومعرفة الاتجاهات. رقم 3، سنتعرف في المحاضرات القادمة إن شاء الله على العديد من الطرق في استخدام الشموع، ولكن ليس شرطا أن يستخدمها المتداول كلها في وقت واحد، وإنما الهدف أن يبدأ المتداول في البحث عن التخصص الذي سوف يستخدمه كأسلوب تحليل فني. طيب، ما هي حالات استخدام الشموع اليابانية مع التحليل الكلاسيكي؟ بإمكاننا أن نستخدم نماذج الشموع اليابانية عند مناطق الدعم والمقاومة ومع خطوط الاتجاه والقنوات السعرية والحركات العرضية، وكمان معرفة الكسور الكاذبة والكسور الصحيحة وكيفية الاستفادة من الشموع اليابانية في حالة حدوثها. هذه الأجزاء الأربعة هي التي سوف نتناولها في محاضرة اليوم فيما يخص التحليل الكلاسيكي الذي يعتمد بشكل أساسي على الدعوم والمقاومات كمناطق للارتداد. الحالة الأولى، كيفية استخدام نماذج الشموع اليابانية مع الدعوم والمقاومات، وترتكز هذه الحالة على 4 نقاط. النقطة الأولى، رسم مناطق الدعم والمقاومة يجب أن يستند لذيول الشموع واتجاهها، حيث أن الذيول في الشموع هي التي تعبر عن الصراع بشكل واضح بين البائعين والمشترين. ولتوضيح هذه النقطة، تعرفنا في كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية أن أهم ما يميز الشمعة هو الجسم والظل واللون، وقلنا أن الجسم يعبر عن حجم التداول الموجود في السوق، وقلنا كمان أن الظل يعبر عن مدى الصراع الحادث بين البائعين والمشترين، وقلنا أنه إذا كان الظل موجود في الجهة العلوية فهو يعبر عن مناطق مقاومة، وإذا كان موجود في الجهة السفلية فإنه يعبر عن مناطق الدعم، وطول الظل هو الذي يعبر عن قوة هذه المنطقة. النقطة الثانية هي أنه كلما زاد عدد الاختبار لمناطق الدعم والمقاومة بشكل عقلاني، كلما كان هناك احتمالية أكبر للمتاجرة في هذه المناطق. وتفسير هذه الجملة هو بفرض أن السعر زار منطقة مقاومة أكثر من مرة وارتد منها، فغالبا المرة اللي جاية اللي هيزورها فيها هيرتد منها. لكن لو تلاحظ إن احنا قلنا إن لازم إعادة الاختبار هذه تتم بشكل عقلاني، يعني لو قلنا إنه اختبرها من 2 إلى 3 مرات فما زالت هناك احتمالية للمتاجرة باستخدام الارتداد.
لكن إذا السعر اختبر منطقة الدعم أو المقاومة بشكل كبير جدا، هنا ممكن إنه يخليها ضعيفة ويتجاوزها بكل سهولة في المرة القادمة. فطالما أن إعادة اختبار السعر لمناطق المقاومة محدود وليس بكثير، فدائما عندك احتمالية للمتاجرة مع هذه المناطق من خلال الارتداد اللي بيحصل عندها. النقطة الثالثة، من المهم جدا الانتباه لشكل الشموع عند مناطق الاختبار. قلنا في النقطة الأولى إن إحنا ممكن نرسم الدعوم والمقاومات استنادا لذيول الشموع. في هذه النقطة الثالثة بننبه على أنه لما يزور السعر منطقة الدعم أو المقاومة بشكل جديد، مهم جدا إن إحنا نبص كويس على الشموع، كيف حالها وكيف شكلها، هل هي تمثل نموذج أم لا، يعني كل الحاجات اللي إحنا تعلمناها في كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية بنحاول نطبقها هنا ونراقبها كويس عند هذه المناطق، مناطق الدعم أو المقاومة، يعني بنراقب النماذج اللي إحنا تعلمناها في هذه المنطقة في مناطق الدعم والمقاومة. النقطة الرابعة والأخيرة هي أنه يتم التداول وفقا للنماذج التي تتشكل عند مناطق الدعم والمقاومة، وليس بمجرد وصول السعر إليها كما يفعل الكثيرون. طبعا في كتير من المتداولين ممكن يفهم الدعوم والمقاومات بشكل صحيح، لكن بيكون في ذهنه ان السعر اذا وصل الى هذه المقاومة فسوف يرتد يقوم يبيع بشكل مباشر بمجرد وصول السعر الى هذه المقاومة. وجهة نظرنا من خلال هذا الكورس ومن خلال خبرتنا في هذا المجال بنقول لك انه ما ينفعش تتداول بناء على الارتداد بشكل مباشر، وإنما يجب عليك أن تنتظر نموذج من نماذج الشموع اليابانية اللي احنا درسناها في الكورس اللي فات، وإما أن يكون هذا النموذج انعكاسي أو استمراري، بناء عليه بتدخل في هذه الصفقة سواء بالبيع أو بالشراء. يبقى ما ينفعش إنك تاخد صفقة عند مناطق دعم أو مقاومة بدون تشكل نموذج شموع يابانية يتفعل معاك بالشروط اللي احنا تعرفنا عليها فيما سبق. مثال واحد، قلنا في النقطة الأولى من نقاط رسم الدعوم والمقاومات إن فيه متداولين يرسم خط مستقيم من تحت كدعم بهذا الشكل، ويرسم مقاومة كخط مستقيم بهذا الشكل، مفيش أي مشكلة. ولكن اللي يهمنا في المقام الأول إن المتداول يوظف ما تعلمه من الشموع اليابانية في رسم مناطق الدعم ومناطق المقاومة، ليس في صورة خطوط مستقيمة ولكن في صورة مناطق شبه مستطيلة إلى حد ما. فأنا لو عايز أرسم دعم أستند فيه وفقا لما تعلمته في الشموع اليابانية هو أن ذيل الشمعة في حد ذاته هو منطقة دعم، حتى لو أنا مش عارف إزاي هيمشي السعر. بالنسبة لي طالما شفت هذا الذيل الذي من الأسفل في إمكاني أرسم منطقة مستطيلة تساوي تماما طول هذا الذيل وخليها تمتد، ونشوف بعدين إذا كان السعر هيزورها ولا لأ، وإذا زارها إزاي هيتعامل معاها. هذا الشكل اللي أنا رسمته يمثل لي منطقة دعم استنادا إلى الشموع اليابانية اللي احنا اتعلمناها. نفس الشيء لو حبيت أرسم مقاومة هبص على الذيول اللي بتتكون من الجهة العلوية اللي ظاهرة بشكل واضح، وزي ما قلنا في سلسلة نماذج الشموع اليابانية أن الدعوم إذا كانت في الأعلى فهي تعبر عن مناطق مقاومة، وإذا كانت في الأسفل فهي تعبر عن مناطق دعم. طيب السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه، إزاي أفعل السعر في هذه المناطق؟ بفرض أني عملت هذه المنطقة الزرقاء منطقة الدعم والسعر صعد إلى أعلى، وبعدين بدأت ألاحظ أن فيه شموع انعكاسية في هذه المنطقة، يعني عندي مثلا بعد الشمعة الخضراء الطويلة عندي شمعة ممكن اعتبرها دوجي او شهاب، وفي كمان لو تلاحظ عندها هنا نجمة المساء ايفنينج ستار، وايضا عندي هنا الشمعة اللي ممكن اصنفها على اساس دوجي بس غير مثالي. فانا لو حبيت اتداول بعد هذه النماذج اللي اتشكلت بامكاني اعتمد على النجمة اللي اتشكلت في هذه المنطقة وانتظر إغلاق أسفل الظل السفلي لهذه النجمة حتى تتفعل وأتداول بشكل عادي، أخذ صفقة بيع من بعد الإغلاق اللي حصل عندي تحت الظل السفلي للشمعة مباشرة. طيب
على فرض ان انا ما خدتش بالي من هذه النجمه في هذه المنطقه، ما فيش مشكله طالما ان السعر مرشح لزيارة منطقة الدعم مرة تانية، بإمكاني إن أنا ممكن أستنى لغاية ما أشوف إزاي السعر هيتعامل مع هذه المنطقة السفلية الزرقاء، هل ما زالت قوية أم لا؟ طيب إزاي أعرف أنها لسه قوية ولا أصبحت ضعيفة؟ لو تلاحظ هنا في نجمة صباح معروفة من قبل كده اللي هي بنقول عليها مورنينج ستار، فأنا كده عندي عدة أسباب لدخول صفقة شراء في هذه المنطقة. أولا عندي منطقة مقاومة وعندي نجمة صباح بتديني إيحاء بانعكاس السعر إلى أعلى. نقطة دخولي بالشراء تكون بعد شمعة التأكيد التي تغلق فوق الظل العلوي لنجمة الصباح، أي دخولي بالشراء بيكون عند الخط الموجود عنده كلمة ادخل اشتري. لو تلاحظ كمان أنا بعد ما دخلت صفقة شراء في هذه المنطقة السعر ارتد علي مرة أخرى، مفيش مشكلة طالما أنه فوق منطقة دعم مهمة جدا وقوية. وكمان اللي أكد لي قوة هذه المنطقة شمعة الدوجي اللي جت بعد كده وذيلها لمس هذه المنطقة، فأنا بحكم أني فاهم نماذج الشموع اليابانية وقادر أن أنا أعرفها وحلل أماكن تواجدها واستنبط المعلومات اللي بتقولها لي، هنا بيكون دخول الصفقة أكثر منطقية وأكثر إقناعا وبينعكس على حالتي النفسية لما أدخل بهذه الشروط، عارف أنا بعمل إيه وإزاي بتاجر غير لما بدخل عشوائي كده. يبقى التداول اسمه متاجرة وليس مقامرة، لكن المتداول اللي ما بيستخدمش نماذج الشموع اليابانية ممكن يكون ما درسهاش ولا ما يعرفش خواصها ولا بتتكون من ايه وامتى تتفعل، غالبا ممكن النزول اللي حصل عندي هنا يأثر فيه ويخليه مش عارف يتصرف ازاي ويدخل بشكل عشوائي سواء في بيع او في شراء. الحاجة التانية على نفس الشرط، لما انت بتكون عارف نماذج الشموع اليابانية هتلاحظ هنا ان في عندك نموذج كمان اسمه قاعم القات ويزرز بوتوم في هذه المنطقة، واحنا عارفينه من قبل كده، عارفين شروطه، عارفين ازاي نتعامل معاه. الخلاصة عايز اقول ان كل هذه العوامل اللي بتشكل معاك في منطقة واحدة بتساعدك على الدخول في صفقات اكثر قوة واكثر فائدة، وافكرك دايما ان السعر لما يوصل لمستويات مقاومة اوعى تفكر انه هينعكس مباشرة، لازم الاول تقيم السعر في هذه المنطقة ازاي هيكون وازاي هيتصرف. في المثال اللي قدامنا ده لو تلاحظ ان السعر بعد ما وصل لهذه المنطقة للمرة الثانية قام بتجاوزها بكل سهولة، طيب ايه السبب؟ لان هنا عندي الى حد ما ممكن يكون اتكون عندي نموذج الفدائيين الثلاثة 3 White Soldiers، وزي ما احنا عارفين ان ده نموذج استمراري، هو اي نعم مش نموذج مثالي بس احنا بنحاول نلفت النظر للنماذج اللي اتعلمناها ومرت علينا قبل كده. عايز اقول كمان انك لو اتقنت استخدام هذه النماذج هينعكس ده على تداولاتك وهيغير بشكل كبير جدا من تداولاتك، وحتى لو لم يحقق أرباح في المقابل هتتجنب كثير من الفرص الخاسرة لأنك بتستخدم الأسلوب العلمي في التحليل ودخول الصفقات وليس الدخول العشوائي اللي مش مبني على أي أساس. وكمان لو تلاحظ نفس الحركة اللي موجودة على نفس الشرط هتلاقي اتشكل معاك دعوم فرعية ومقاومات فرعية، مثلا في هذه المنطقة ممكن ده يعتبر من المناطق التي تعبر عن دعم فرعي، فلو شاري من هذه المنطقة رقم 1 وبعدين بدأت تظهر معاك شموع صغيرة لها الطابع الانعكاسي عند المنطقة رقم 3، فبإمكانك انك تخرج من الصفقة حتى قبل ان تصل للمقاومة السابقة اللي موجودة في المنطقة رقم 2، لانك تلاحظ هنا ان ظهور مثل هذه الشموع الصغيرة بتدي احتمالية بالانعكاس، ولكن عايز اقولك ان ذيول موجودة من اسفل إذن فهي تمثل منطقة دعم، فأننا في هذه الحالة في المنطقة رقم 3 أنت في مأمن طالما أن السعر لم يغلق تحت آخر ذيل لهذه الشمعة، لأنه لو أغلق هيصبح بالنسبة لي نموذج إنعكاسي ممكن ينزل السعر مرة أخرى إلى أسفل. يعني هتلاقي نفسك بتستخدم الشموع اليابانية في التحليل وعند مناطق الدعم وعند مناطق المقاومة، وممكن استخدامها في الدخول بالنسبة للبيع أو بالشراء وهكذا، وده بيوريني قد إيه أهمية دراسة نماذج الشموع اليابانية وإزاي هي بتفيدني في التحليل الفني وعند مناطق الدعم والمقاومة. وقبل ما ناخد المثال الثاني عندي ملحوظة عايز أقول لكم عليها، هناك ما يسمى على الشارت مبدأ تبادل الأدوار في مناطق الدعوم والمقاومات،
حيث أنه من المرشح دائما أن تتحول منطقة الدعم إلى منطقة مقاومة والعكس صحيح. في هذه الحالة توظيف المتداول للشموع اليابانية سوف يساعده على حسن استغلال هذه المناطق. طيب تعالوا نشوفوا هذا المثال على استخدام نماذج الشموع اليابانية عند مناطق الدعم والمقاومة. لو جيت في مرحلة من مراحل السوق حبيت أرسم مقاومة في هذه المنطقة، إزاي هرسمها؟ هرسمها استنادا لأطول ذيل موجود عندي في المنطقة، يعني منطقة المقاومة اللي هرسمها هتكون بتساوي تماما طول هذا الذيل، وبناء على هذه المنطقة أحاول أتابع الأسعار وأقيمها. رسم المستطيل على المنطقة يمثل لي منطقة المقاومة زي ما انت شايف كده، السعر زارها أكتر من مرة، ولكن المرة الثالثة اللي زارها فيها لاحظنا أنه فتح بفجوة سعرية. تعلمنا في كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية أن الفجوة السعرية بالدرجة الأولى نموذج استمراري على حسب الاتجاه اللي كان قبلها. لو تلاحظ أنه كان عندي اتجاه صاعد ثم تكونت عندي فجوة سعرية تظهر في الاتجاه الاستمراري. إذن تفكيري يتحول إلى أن هذه المنطقة ممكن تتحول إلى منطقة دعم بعد أن كانت في وقت ما منطقة مقاومة انعكاسية، وبناء على الذيل اللي تشكل عندي ده أبتدي أرسم منطقة الدعم مكان هذه الفجوة، وهتلاحظ أن السعر احترمها جدا وبشكل كبير وكمل صعود. كده أكون أنا عارف إزاي أوظف نماذج الشموع اليابانية، أين ومتى وكيف أستخدمها، وما هي النتائج التي تترتب على تواجدها في مكان ما. في ملاحظة مهمة جدا، لو فيه متداول ما بيستخدمش الشموع اليابانية في التحليل الفني ممكن يرسم مستوى واحد للمقاومة بهذا الشكل ويعتبره منطقة مقاومة تحولت إلى منطقة دعم. هذا الشيء إلى حد ما يعتبر صحيح، لكن فهمنا لنماذج الشموع اليابانية هيخلي الرؤية أدق وأوضح. بص معايا كده، المتداول العادي هيشوف مستوى واحد للدعم والمقاومة، ولكن لو أنت كمتداول بتستخدم نماذج الشموع اليابانية بالنسبة لك هذه المنطقة اللي كانت منطقة مقاومة وتحولت الآن إلى منطقة دعم، هتلاقيها لو ركزت شوية اترفعت قليلا إلى أعلى، يعني اترفعت لفوق شوية. الفارق اللي حصل ده بين المنطقتين هيكون في الاعتبار لو انت دارس كويس للشموع اليابانية وعارف ايه منها ما هو انعكاسي وما هو منها استمراري، وهو ده الذي يسمى تبادل الأدوار ما بين مناطق المقاومة ومناطق الدعم. وبكده يبقى عرفنا ازاي نوظف نماذج الشموع اليابانية مع الدعوم والمقاومات. إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة، لكم خالص تحياتي. النهاردة إن شاء الله هنواصل الحلقة الثانية في سلسلة استخدام نماذج الشموع اليابانية مع التحليل الفني الكلاسيكي. كنا في المحاضرة الأولى قد تناولنا موضوع الدعوم والمقاومات، وعرفنا الدور الكبير الذي تلعبه نماذج الشموع اليابانية عند مناطق الدعم والمقاومة. واليوم إن شاء الله نواصل الحديث في نفس السلسلة، حيث نتناول في محاضرة اليوم استخدام نماذج الشموع اليابانية مع خطوط الاتجاه، على اعتبار أن خطوط الاتجاه ما هي إلا مناطق دعم ومقاومة لكنها تتخذ الشكل المائل. نقدر نقول عنوان محاضرة اليوم كيف نوظف النماذج للشموع اليابانية مع خطوط الاتجاه، هذا هو ما سنتعرف عليه في محاضرة اليوم. والآن ما هي أسس رسم خطوط الاتجاه؟ والسؤال بصيغة أخرى، ما هو الأسلوب الأمثل لرسم خطوط الاتجاه على الشرط؟ رقم واحد، رسم خطوط الاتجاه يفضل أن يستند لآخر نقاط في ذيول الشموع ويشمل أكبر عدد ممكن منها، فهي تعبر عن مستويات الارتداد المهمة. يعني لو أنت مركز معايا في هذا المقطع، في المحاضرة السابقة لما تكلمنا عن الدعوم والمقاومات قلنا أنها ترسم وفقا لطول الذيل في الشمعة ووفقا لاتجاهه، لكن بالنسبة لخطوط الاتجاه هنحاول نركز خط الاتجاه على نقطة في الذيل، خصوصا إذا كان هذا الذيل في حد ذاته
تابع لشمعة إنعكاسية. بهذه الطريقة رسمنا هيكون أحسن وأقوى، ونستخدم فيه نماذج الشموع اليابانية، وهنشوف حالا دلوقتي أمثلة على هذا الموضوع. رقم 2، كلما زاد عدد الاختبار لخط الاتجاه بشكل عقلاني، كلما كان فيه احتمالية للمتاجرة في هذه المناطق سواء بالبيع أو بالشراء. نفس الفكرة اللي اتكلمنا فيها على الدعوم والمقاومات. أيضا رقم 3، من المهم جدا الانتباه لشكل الشموع اليابانية عند مناطق الاختبار. رقم 4، يتم التداول وفقا للنماذج التي تتشكل عند مناطق اختبار خط الاتجاه، وليس بمجرد وصول السعر إليها مثلما يفعل الكثير من المتداولين وخاصة المبتدئين منهم. المثال الأول على رسم خطوط الاتجاه، لو بصيت على الشرط اللي قدامي ده، يلا بينا نرسم خط اتجاه وفقا للشموع الانعكاسية التي تحمل ذيل طويل يدل على المقاومة واحتمالية النزول أكتر. لو رسمناه هيطلع بالشكل اللي ظاهر قدامي ده. لو تاخد بالك أنا رسمته إزاي، من بدايته أنا ارتكزت على الدوجي من الدرجة الأولى، في المنتصف كمان فيه دوجي ارتكزت على ذيلها، في المنطقة الثالثة ارتكزت على ذيل شمعة الشهاب شوتينج ستار. وزي ما احنا عارفين ان اقل عدد ممكن ارسم بيه خط مستقيم هو نقطتين، والثالثة النقطة الثالثة بتكون للتأكيد. طيب ممكن متداول يسأل، هل لو رسمت خط اتجاه لامس اجسام الشموع يا ترى هيبقى خط حقيقي، خط اتجاه صحيح ولا غلط؟ عمليا مفيش اي مشكلة، ولكن لو تكلمنا كمستويات ارتداد واختبار فأكيد أن المناطق التي ترتكز على الذيول هتكون أفضل وأقوى من التي ترتكز على الأجسام من حيث النتائج في الارتداد والاختبار. طيب بعد ما رسمت خط الاتجاه، إزاي ممكن أدخل صفقة باستخدام هذا الخط مع توظيف نماذج الشموع اليابانية؟ طيب أنا لو بصيت على الشارت عندي 3 مناطق، لو حبيت أن أتداول من خلال المنطقة الثانية، لو ركزت فيها شوية هلاقي قدامي فيه نماذج شموع إنعكاسية عاكسة للاتجاه الصاعد، ذيولها لمس خط الاتجاه. يعني عندي مثلا في هذه المنطقة في القمة ذات الأبراج تاور توب، وعندي كمان قمة ملقاة ويزرز توب، وعندي الرجل المشنوق هانجينج مان، كلها موجودة عندي في هذه المنطقة، وكلها كمان نماذج عاكسة للاتجاه. طيب مثلا لو حبيت أتداول وفقا لنموذج الهانجينج مان، الشمعة اللي باللون الأخضر دي يمكن اعتبارها شمعة رجل مشنوق هانجينج مان، فأنا دخولي هيكون بعد الشمعة التي تغلق تحت الظل السفلي لشمعة الهانجينج مان. يعني ممكن أدخل عند الشمعة اللي مكتوب عندها كلمة ادخل بيع. بالطريقة دي أنا ببقى بستفيد من نماذج الشموع اليابانية، وبدخل صفقات أكثر عقلانية ولها أسبابها المنطقية المقنعة. يعني لو حد سألني بناء على إيه أنت دخلت الصفقة دي صفقة بيع، أقدر أقنعه بأن هذا التحليل ممكن يكسبني لأني داخلها على أساس تحليلات أنا فاهمها وليس دخول عشوائي، ودي يبقى اسمها متاجرة، وغير كده يبقى اسمه مقامرة. نفس الشيء اتكرر معايا في المنطقة الثالثة، موجود عندي شمعة الشهاب شوتينج ستار، ذيلها لامس خط الاتجاه، هي أساسا شمعة عاكسة للاتجاه الصاعد، وهنا أنا عندي الاتجاه هابط، ممكن أدخل صفقة بيع بعد شمعة التأكيد التي سوف تغلق تحت الظل السفلي لشمعة الشوتينج ستار، هدخل عند المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل بيع. المهم نكون فهمنا هذا المثال إزاي أنا طبقت عليه نماذج الشموع اليابانية اللي أنا اتعلمتها في الكورس اللي فات مع خطوط الاتجاه. طيب المثال اللي فات ده كان في حالة الترند الهابط، يلا بينا دلوقتي نشوف كمان مثال في حالة الاتجاه لما يكون صاعد. مبدئيا رياضيا معروف أن الخط المستقيم يرسم بنقطتين والثالثة للتأكيد. بالنسبة لي أنا كمتداول بحاول أشوف منطقتين فيهما شموع يابانية، عند منطقة دعم نرسم وفقا لها خط اتجاه لأعلى، هيطلع معانا الاتجاه الصاعد بالشكل اللي ظهر معايا ده. طب ازاي انا رسمته؟ ارتكزت على ذيل اول شمعة اللي هي شمعة المطرقة الموجودة في المنطقة الاولى، وبعدين ارتكزت على ذيل المطرقة الثانية اللي موجودة في المنطقة الثانية. طيب لو رسمت خط الاتجاه يمر على هذه النقطة وهذه النقطة اللي بعد النقطة الاولى مباشرة، هل هذا الخط يعتبر خطأ؟
طبعا يعتبر خط اتجاه صحيح ومفيش اي مشكلة، ولكن احنا بنحاول نرسم عند مناطق تحمل ارتداد بشكل اقوى، وكلما تواجد عندها شمع انعكاسية اصلا بيكون افضل. لاحظ الخط اللي احنا رسمناه وفقا لشمعتين انعكاسيتين سابقتين، السعر لما ظهر هذا الخط مرة اخرى بمجرد ما وصل اليه، بمجرد ما وصل السعر لهذه المنطقة مباشرة كان فيه شمعة بزخم عالي تدل على أن هذا الترند قوي جدا حتى هذه اللحظة. إذا هذه هي الطريقة اللي احنا بنستخدم فيها الشموع اليابانية مع خطوط الاتجاه. أهم حاجة لما أجي أتداول لا أتسرع في دخول الصفقات سواء بالبيع أو بالشراء، مش بمجرد ان السعر وصل لهذه المنطقة رقم 2 قوم نشتري على طول، لا استنى لما نتأكد الاول من خلال الشمعة التأكيدية. تجي لي شمعة تأكيدية اعرف من خلالها اذا كان السعر سوف يواصل في نفس الاتجاه ام لا. يعني مثلا في المنطقة رقم 2 عندي نموذج ابتلاعي انجلفينج، تخيل انت راسم خط الاتجاه وفقا لهذه النقطة عند المنطقة رقم 1 ووفقا لهذه النقطة عند المنطقة رقم 2، وفجأة يظهر لك نموذج انجلفينج يدعم الصعود في نفس الاتجاه، اكيد انت هتدخل صفقة شراء لان النموذج الابتلاعي هنا صعودي، شمعة خضراء ابتلعت الشمعة الحمراء التي قبلها بكاملها، وده بيأكد لي ان استخدام النماذج مع الاتجاه بيدعم الصفقة ويقويها، وده بيورينا قد ايه قيمة استخدام نماذج الشموع اليابانية مع خطوط الاتجاه ومع الدعوم والمقاومات ومع القنوات السعرية زي ما هنشوف في المحاضرة القادمة ان شاء الله. في نقطة كمان حابب اضيفها، لو خدت بالك موجود عندي على الشارت الفجوة السعرية متشكلة في هذه المنطقة المظللة باللون الاصفر. قلنا قبل كده من خواص الفجوة السعرية انها نموذج تكمل في معظم الحالات اتجاه السابق لها، يعني هذا الاتجاه اللي كان قبلها اتجاه كان صاعد وبعدين حدثت الفجوة السعرية اصبحت في هذه الحالة مستوى دعم مهم جدا، فهذا دليل ومؤشر لي كمتداول ان انا ممكن ادخل صفقة شراء من بعد هذه الفجوة مباشرة. عايز اقول كلمة في نهاية المحاضرة، ان فهمك الجيد لنماذج الشموع اليابانية وكيفية استخدامها مع الدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه والقنوات السعرية هيغير طريقة تداولك بنسبة 180 درجة، وخصوصا في تعاملك مع التحليلات الفنية ومع التوصيات اللي انت ممكن تستغلها وتمشي على اساسها. والى هنا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، الى ان القاكم في المحاضرة القادمة، لكم خالص تحياتي. ومع الحلقة الثالثة في سلسلة استخدام الشموع اليابانية في التحليل الفني الكلاسيكي، عنوان محاضرة اليوم استخدام نماذج الشموع اليابانية في القنوات السعرية. القنوات السعرية ممكن تيجي اتجاهية، ممكن تيجي في حركة عرضية، لكن كل اللي احنا قلناه حول استخدام نماذج الشموع اليابانية مع الدعوم والمقاومات ومع خطوط الاتجاه ينطبق تماما على القنوات السعرية. وأهم ما يميز القنوات السعرية ما يأتي، رقم 1 رسم القنوات السعرية يستند إلى ذيول الشموع واتجاهها في حال كانت عرضية، ويستند على آخر نقاط الذيول في حال كانت مائلة. وتفسير هذا الكلام يعني أنه إذا كانت القناة السعرية بهذا الشكل المنكسر الأفقي اللي أمامك، فأنا هشوف ذيول الشموع دي فين في الحركة العرضية وارسم عليها الدعوم والمقاومات بتاعتي. وإحنا عارفين من قبل كده أن الدعوم والمقاومات ترسم في منطقة في حدود طول الذيول. أما بالنسبة للقنوات السعرية المائلة تتخذ مثلا اتجاه صاعد أو هابط كما هو موضح، هنا أنا أستخدم آخر نقاط موجودة في ذيول الشموع، وبكده يبقى القناة السعرية في حالة ما إذا كانت الحركة عرضية تكون منطقة، أما إذا كانت اتجاهية مائلة القناة السعرية بتكون عبارة عن خطي اتجاه يرسمان أعلى وأدنى القناة عند نهاية الذيول. رقم 2، كلما زاد عدد الاختبار لمناطق الدعم والمقاومة بشكل عقلاني كلما كان فيه احتمالية للمتاجرة في هذه المنطقة. وكمان لازم نركز على رقم 3،
من المهم الانتباه لشكل الشموع اليابانية عند مناطق الاختبار، لأنه كما في رقم 4 يتم التداول وفقا للنماذج التي تتشكل عند مناطق الدعم والمقاومة، وليس بمجرد وصول السعر إليها مثلما يفعل الكثيرون وخاصة المبتدئين. يعني في حالة وجود نماذج انعكاسية أو استمرارية سنتداول بناء عليها، وكمان استنادا للدعوم والمقاومات. وهنا بيكون دور الشموع اليابانية بتلعب دور التأكيد والفلترة في دخول صفقات أكثر نجاحا. طيب تعالوا نشوف مثال على الشرط. لو حبينا نرسم الدعوم والمقاومات، واضح عندي ان فيه حركة عرضية وليست مائلة، اذا هنستخدم الذيول السفلية والذيول العلوية لرسم مناطق الدعم والمقاومة لهذه القناة السعرية، وبعد كده هنحاول نقيم حركة الاسعار عند مناطق الدعم والمقاومة ازاي بتتعامل، وبناء على كده اذا تشكل عندي نموذج انعكاسي فانا هتاجر استنادا عليه. اهم حاجة اني ما ادخلش مباشرة عند وصول السعر الى منطقة الدعم او المقاومة بنية انه هيحصل ارتداد وانعكاس مباشر، لأ، لان ممكن الارتداد ما يحصلش عندي ويكمل السعر صعوده بدون اي مشاكل. هنا بيكون الحكم في دخولي الصفقة على الشموع اليابانية. وبذلك نكون انتهينا من هذه المحاضرة مع الحلقة الرابعة في كورس استخدام الشموع اليابانية في التحليل الفني الكلاسيكي. عنوان محاضرة اليوم هو قوة الشموع اليابانية في معرفة الكسور الكاذبة وكيفية الحماية منها. تناولنا في المحاضرات السابقة من هذا الكورس الجديد استخدام نماذج الشموع اليابانية في رسم الدعوم والمقاومات وفي رسم الاتجاهات، وكذلك في عمل القنوات السعرية سواء العرضية منها أو الاتجاهية. واليوم بإذن الله نواصل معرفة مدى قوة نماذج الشموع اليابانية في كيفية معرفة الكسور الكاذبة وكيفية التعامل معها والحماية منها. تعالوا الأول نوضح بعض الأمور الهامة. رقم 1، من طبيعة الأسعار أنه إذا أغلق السعر بعد مقاومة فهو مرشح لزيارة مقاومة جديدة والعكس صحيح. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه أنه إذا كان السعر صاعد بهذا الشكل وبعدين عندي منطقة مقاومة، إذا تجاوزها فغالبا سوف يزور منطقة مقاومة جديدة، وبعدها إما يرتد ويعمل عملية تصحيح أو أنه يكمل صعود مباشرة بعد هذه المقاومة. والعكس صحيح في حال إذا كان الاتجاه هابط، إذا السعر تجاوز منطقة دعم فإنه ممكن يكمل للأسفل. هو ده الوضع الطبيعي للسلوك السعري في الأسواق المالية. لكن هذا الأمر يقودنا إلى تعريف الكسور الكاذبة في رقم 2. في أوقات كتيرة جدا يتجاوز السعر مناطق مهمة كدعوم ومقاومات، ولكن سرعان ما يتراجع منها، مما يؤدي إلى خسائر في حالة عدم معرفة المتداول لهذه التراجعات التي تسمى الكسور الكاذبة. ولتوضيح هذه النقطة نقول أن هذه الجزئية لازم المتداول يكون واخد باله منها، لأنه أحيانا أنت بتاخد توصيات من حد ذو خبرة معينة وأنت بتثق في تحليلاته، أحيانا يظهر لك الكسر الكاذب وأنت ما بتبقاش عارف إزاي تتعامل معاه، لأن ده مجاش في التوصية اللي أنت معتمد عليها. في هذه الحالة ووفقا لقراءتك للشموع اليابانية هتلاقي الصفقة بتعكس عليك، وده بيؤدي بك في النهاية إلى خسارة هذه الصفقة. وده معناه إنك لازم يكون عندك دراية ومعرفة بالكسر الكاذب عشان تقدر تتصرف وتتعامل معاه خارج نطاق التوصية اللي جات لك واللي انت شغال عليها. طب إزاي أعرف الكسر الكاذب؟ هو ده الذي سوف نتناوله بالشرح والتفصيل خلال الدقائق التالية. ونضيف نقطة أخرى اللي هي رقم 3، أنه إذا وظف المتداول نماذج الشموع اليابانية فسيتمكن من معرفة هذه الكسور الكاذبة والاستفادة منها في التداول كما سنرى في المثال التالي. خلينا مثلا نركز على الدعوم عشان نفهم يعني إيه كسر كاذب، وبعد ما نفهمه في إمكانك إنك تطبقه مع المقاومات أو مع أي أسلوب فني آخر. طيب تعالوا نرسم منطقة دعم بناء على المعرفة
المعلومات اللي احنا تعلمناها لحد دلوقتي هيكون بالشكل اللي قدامي ده المظلل باللون الازرق. يعني انا ما كنتش عارف الاحداث اللي ظهرت معايا على الشارت بعد كده. تعالوا ناخد الموضوع من الاول. في بداية الحركة السعرية انا عندي شمعة بدأ السعر يرتفع منها وموجود فيها ذيل يدل على منطقة دعم. مباشرة رسمت مستطيل يدل على منطقة الدعم حتى قبل ان يتشكل السعر بعد كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعدين أبدأ أشوف السعر إزاي هيتعامل مع منطقة الدعم اللي أنا رسمتها. وتلاحظ من البداية كانت الحركة شبه عرضية، ولكن بعد كده عمل لي شيء مهم جدا أنه دخل المنطقة الخاصة بالدعم وفي نفس الوقت شكل لي إلى حد ما شمعة تعتبر دوجي غير مثالي وبعدها شمعة ابتلاعية. فأصبح عندي هذا النموذج بمثابة نموذج ابتلاعي انجولفينج باترن وبالتحديد بولش انجولفينج باترن، أي نموذج شرائي ابتلاعي بإمكاني دخول صفقة شراء من هذه المنطقة بدون أي مشاكل. لكن خد بالك إن السعر بعد ما ارتفع إلى مناطق معينة رجع وزار منطقة الدعم هذه للمرة الثانية. لما زار هذه المنطقة إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه أغلق بعدها. في الظروف العادية التفكير الأول اللي بيكون عند أي متداول أنه إذا أغلق السعر تحت منطقة دعم قوية فممكن أن هذه المنطقة تتحول إلى منطقة مقاومة وينزل السعر أكتر من كده. لكن اوعى تتسرع وتحكم على الموضوع من أول وهلة، لأن احنا قلنا أنه لازم نقيم الأسعار عند مناطق الدعم والمقاومة وخصوصا في التحليل الكلاسيكي، لأنه احنا أصلا في التحليل الكلاسيكي بنستند على الدعوم والمقاومات بالدرجة الأولى. طيب إيه اللي حصل معايا هنا؟ اللي حصل معايا أن السعر أغلق أسفل هذه المنطقة وبعدين بدل ما ينزل مباشرة إلى أسفل بدأ يتشكل نماذج شموع قليلة الزخم ذات أجسام صغيرة وتحمل الطابع الانعكاسي مثل الشمعة الموجودة في هذه المنطقة تعتبر شمعة المطرقة، ثم بعدها حدثت فجوة سعرية للأعلى وبعدها رجع مرة تانية لأسفل الدعم. طبعا لاحظ إن في هنا نموذج قاع ملقاط ويزرز بوتوم في هذه المنطقة تكون لما رجع مرة تانية وأغلق تحت هذا الدعم. يعني اللي أنا عايز أقوله إن إحنا لا نتسرع إذا أغلق السعر فوق مستوى مقاومة أو فوق مستوى دعم. في هذه الحالة لو تلاحظ عندي مستوى دعم يعتبر نقطة انعكاس قوية وتشكل معي عنده نموذج ابتلاعي شرائي بولش انجولفينج باترن، نموذج عاكس للاتجاه الهابط قوي يؤكد على صعود محتمل للأسعار. فأنا لو دخلت من هذا المستوى باستخدام النموذج الابتلاعي صفقة شراء أكون داخل وأنا عندي نوع من الأمان. لماذا؟ لأن السعر لم ينجح بعد في تجاوز منطقة الدعم وبإمكاني أدخل صفقات شراء بدون أي مشاكل. إنما في المنطقة الثانية لما السعر وصل عندها لم يعطي أي إشارة إنعكاسية. عشان كده إحنا قلنا كذا مرة قبل كده إن إحنا لازم نقيم السعر عند مناطق الدعم والمقاومة ونخلي نماذج الشموع اليابانية هي الحكم والفيصل على مدى قوة السلوك السعري، لأنها هي الترجمة العملية الفعلية للسعر قبل أي مؤشر آخر. الشموع اليابانية هي الأصدق لأنها تترجم الأحداث اللي بتحصل في التداول أول بأول. عشان كده بنقول لما يحدث معك هذا الإغلاق في هذه المنطقة الثانية انتظر ولا تتسرع بدخول أي نوع من أنواع الصفقات، لأن هذه الإغلاقات لم تعطي إشارة على الاستمرار. الإشارة الوحيدة اللي ممكن تكون بتقول لي إنه في استمرار هي الفجوة السعرية، لكنها حصلت للأعلى. يعني ممكن هذه الفجوة السعرية تشجع على الصعود البسيط ده اللي حصل في الأسعار إنه يكمل، وليس النزول اللي حصل قدامي ده أسفل منطقة الدعم. طيب في الحالة دي إمتى ممكن أفكر بالشراء؟ أفكر بالشراء لما رجع السعر بهذا الزخم العالي فوق منطقة الدعم. هنا أنا أقدر أحكم أن هذه الشمعة الخضراء الثيرانية الشرائية ذات الزخم الكبير لها تأثير، لأنها كمان ابتلعت الشمعة اللي قبلها واللي قبلها، يعني ابتلعت شمعتين قبلها بشكل عادي جدا. هنا بالنسبة لي نقدر نقول أن الكسر اللي حصل ده في منطقة الدعم ما هو إلا كسر كاذب. خلاصة الكلام أن السعر يغلق
أسفل منطقة الدعم، لكنه يعاود السير في الاتجاه إلى أعلى، وهو ده الكسر الكاذب اللي احنا لازم نكون عارفينه واخدين بالنا منه. ومن كده واضح إن احنا كل ما بنوظف نماذج الشموع اليابانية في التداول، كل ما كان أداءنا بيكون أفضل وأحسن، ودائما نحكم عقولنا في استخدام الشموع اليابانية. كل ما نتريث ونصبر ويكون عندنا القدرة على قراءة الشموع اليابانية، كل ما تكون الصفقات أكثر عقلانية، وكل ما نكون إحنا عارفين إحنا بندخل إزاي، إمتى نبيع وإمتى نشتري، حتى لو إن أنا دخلت من هذا المستوى والسعر عكس علي للأسفل، مش هكون متضايق، لأن أنا عندي قراءة واضحة للسوق، وفي نماذج بتقول لي إزاي السوق هيمشي بعد كده وفقا للنماذج اللي أنا اتعلمتها في الشموع اليابانية. لو تلاحظ بعد كده إن السعر اترفع للأعلى وعمل لي فجوة سعرية وكمل الصعود إلى أعلى بدون أي مشاكل. عشان كده لازم أكون واخد بالي كويس من الكسور الكاذبة، سواء عند مناطق الدعم أو عند مناطق المقاومة. أخيرا، أحيانا إذا حدث معي كسر كاذب بالشكل اللي قدامي ده، بيكون السعر نازل ويكون فيه زخم بالنزول، والسعر يغلق أسفل منطقة الدعم المهمة، وبعدين تيجي معايا مثلا شمعة المطرقة، وبعدين تتشكل معايا شمعة شرائية. في هذه الحالة أصبح عندي نموذج نجمة الصباح مورنينج ستار. في الحالة دي الكسر الكاذب مع وجود نموذج انعكاسي، هنا بيبقى فيه احتمالية فوق 90% ان السعر هيرتد فعلا الى اعلى من منطقة الدعم اللي تحولت الى كسر كاذب، وممكن استغلها وفقا للشموع اليابانية اذا كنت فاهمها كويس وهاضم النماذج اللي احنا اتكلمنا عنها في الكورس اللي فات. الخلاصة، مهم جدا ان احنا نستخدم الشموع اليابانية في جميع تحليلاتنا الفنية. واليكم بعض النصائح الهامة التي تفيدك في التداول. رقم واحد، على كل متداول انه يجرب دمج نماذج الشموع اليابانية اللي اتعلمها مع الدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه والقنوات السعرية والكسور الكاذبة على حساب تجريبي، ويحاول يوظفها ويستخدمها ويحاول يقرأها بشكل صحيح. في البداية ممكن يكون الموضوع صعب شوية، ولكن شوية شوية هتتحسن فعلا، وتحس ان ادائك صار اكثر احترافية في دخول الصفقات، وتبقى عارف ازاي بتتجاوب مع السعر بشكل اكثر عقلانية واكثر ذكاء. الى هنا نكون وصلنا الى نهاية محاضرة اليوم، الى ان القاكم في المحاضرة القادمة. لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والاحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والاعمال. واذكر نفسي واياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حثنا فيه على وجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.